راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة بكم من جديد لبث روح التفاؤل والعزيمة والأمل والإصرار والحماس مع نظرة أمل. أولا بنقول للسادة المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الهجري، أعادوا الله عليكم يا رب كده بكل صحة وخير وكل أمة المسلمين جميعا بإذن الله تعالى. النهاردة معانا بيشرفنا الضاحك المبتسم، عصام ناطق بيعزف ويفكر وبيعمل مبادرات. عايزين نعرف حكاية رامز عباس. رامز عباس هو اول واحد عمل مبادرات في الوطن العربي ويتعمل كتير جدا حققها. احنا طبعا هو صمم ان ما يكونش معاه مترجمه اشاره، قال انا بقرا لغه الشفايف. اهلا بيك رامز عباس. اهلا بحضرتك يا استاذ الشريف، شرفتنا في نظره امل. الله يخليك بنور كيف انه رامز عباس. قلنا بقى رامز عباس في سطور. هو رامز عباس فن وانصمت الا انه بيحب المعافره، بحب جدا، بحب كل رغباتي ان انا اسعى خلفها علشان اقدر احققها. الحمد لله رب العالمين. كنت من اوائل الصم اللي ما استسلموش للوقوف في مرحله دراسيه اللي هي الدبلوم الصناعي، وبعد كده بنوقف الدبلوم والصم ما كملوش تعلم. قدرت ان انا ادخل كليه الحقوق الجامعه المفتوحه عشان احقق حلمي في التعليم. فانا ان انا بحاول اعافر جدا، دي من صفاتي. الصفه الثانيه ان انا بحب ان يكون عندي طموح فوق المتوقع. يعني ما اقدرش مثلا التعليم هيقف في مكاني، لازم افكر في حاجه ثانيه زي الصحافه. الصحافه وقفت افكر في حاجه ثانيه زي الفن. ممكن تكون المجالات كلها بعيده عن بعضها شويه، لكن اصراري ان انا يكون عندي طموح عالي وان انا احققه، ده بيعزز الامل جوايا، بيعزز جوايا الاصرار بشكل مستمر، بيخليني احس ان انا انسان متميز مش انسان عاجز او انسان ما يقدرش يقدر يعمل اي حاجه. الحمد لله. الحمد لله يا رامز. رامز انا عارف انت ما شاء الله بتحب الفن وبتعزف، نقول بيتهوفن بقى ولا ايه؟ حبك للفن ده ليه اسباب؟ ازاي الفكره؟ وقول لي انت مبسوط ازاي؟ فكره الفن ازاي؟ هو حضرتك زي ما قلت انا بحب اعافر، لازم كل سنه علشان اصدم المجتمع. حاجه جميله جدا، بس احنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا مع رامز عباس، هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مع الضاحك المبتسم رامز عباس، مؤسس فريق قادرين للابداع. وزي ما قلنا طبعا للساده المشاهدين، رامز يعني بيفهم لغه الاشاره وطبعا ايه بيقرا لغه الشفايف. رامز قبل الفاصل انت قلت لنا ما شاء الله بتعزف جيتار وعندك طموح كبير جدا 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 ومبدع. نظره المجتمع ليك كده، قول لنا كده بتبدع ازاي وبترسم ازاي وبتعزف ازاي، الحاجات الجميله دي كلها. هو حضرتك زي ما قلت لك من ضمن صفاتي ان انا بحب المعافره، يعني مش عايز حاجه ان هي حاجه توقفني من المجتمع لمجرد ان انا مش سامع. فانا كل سنه بقدم على تجربه جديده بحيث ان انا اقدم بيها المجتمع ويقول له انا موجود، انا اقدر اعمل حاجات كتير. فمن ضمن التحديات اللي بتقابلني السنه دي هو قيامي بالعزف على الغيتار ولقاء الاغنيات اللي موجوده، بحيث ان انا اخلي حد من اصدقائي يكتبها لي واحاول اعرف من خلال حركه شفاه اسلوب الاداء ان شاء الله، وانا احاول اتعلم العزف. انا بحب الفن من زمان جدا. علاقتي بي بدات مع السينما الهنديه، دايما بحب ان اتفرج على السينما الهنديه عشان عندهم توليفه متكامله سواء الاغنيه او القصه الانسانيه او الاخراج، كل دي عناصر بتجذبني مع الترجمه. انجذب للسينما الهنديه. فانا شايف ان هم طالما بيجوا من المشكلات المجتمعيه بتاعتهم من خلال الفن، انا اقدر من خلال التحدي بتاع السنه دي اللي هو تحدي العزف والغناء ان انا اصدم المجتمع بتاعنا واقدم له الصم في صوره مختلفه، متعدد الاعاقه في صوره مختلفه. ان احنا عندنا اصرار، عاوزين ننجح في الحياه، عاوزين ننجح في المجتمع، بس ده كله مش هيتحقق الا ما انا ابادر. فانا فكرت ان انا اخد تحدي العزف على الغيتار، وانا حاليا بشوف عازف يتقبل فكره ان هو يدربني، لان انا مش بسمع صوت خالص وما خدتش العزف قبل كده، فبالتالي بالنسبه لهم ده عجز، لكن بالنسبه لي مفيش مستحيل. ما شاء الله مفيش مستحيل. طب مفيش مستحيل نسمع مع رامز كده فيديو بسيط، طبعا بيقول فيه علي صوتك بالغنى. طب نشوفه كده ونرجع لكم تاني ونشوف بعد كده موهبه جديده في رامز. مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ كويسين؟ رامز عباس مش بيسمع خالص بس عنده اصرار هيغني. هتغنوا معانا؟ يلا احنا في احد النزهات دوليه وماشيين اخر مزاج، نغني مع بعض مع الكينج محمد منير والكينج رامز عباس. تمام؟ علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الاماني ممكنه ممكنه، ولسه ياما في عمرنا.
صوتك علني صوتك بالغنى لسه الاماني ممكنه ممكنه علي صوتك علني صوتك بالغنى لسه الاماني ممكنه ممكنه ولا انهزاء ولا انكسار ولا انهزاء ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا تقص قص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك بحلمي علي صوتك بالغنى لسه الاماني ممكنه. جميل يا رامز ما شاء الله. بدايه جميله طبعا لما تعزف بجيتار ما شاء الله تبقى حاجه كبيره جدا جدا ونشوفك بيتهوفن تاني ان شاء الله. رامز طب قول لنا بقى كده لو لا قدر الله التجربه دي فشلت هتعمل ايه؟ والله حضرتك انا مؤمن بنظريه البديل. يعني لو حاجه فشلت لازم افكر في بديل بس يكون قريب من الفكره اللي انا بشتغل عليها. فانا حاليا دلوقتي باسس فريق قادر للابداع. معايا في ثلاثة من الزملاء متحضر الإعاقة الحركية هم صوتهم جميلة جدا. سبق ان انا شفتهم في اماكن كتيرة بيغنوا وصوتهم جميلة جدا. معايا الفنانة سعيدة عطلة مطربة صوته كويس والكابتن وائل الجزار صديق ليا وصوته جميل جدا ان شاء الله ممتاز والصديق عمرو نصار بيأدي اغنيات ام كلثوم. فانا هحاول من خلال الفريق ده احط رؤية خارجية وانا اقدمهم للجمهور من خلال عدد كبير من الحفلات علشان يعني نقدر ان احنا نخسر الحاجز ده. لان طبعا انا ما قدرتش انا انجح في تجربه العزف والغناء لكن ممكن انا اساند زملائي ان هم يظهروا وان شاء الله باذن الله زملائي هيقدموا عروض للمواهب في مهرجان قادرين نحلم تحت رعايه قناه الصحه والجمال في ساقية الصاوي ان شاء الله يوم الخميس القادم 6 اكتوبر ما شاء الله. دي تجربه جميله جدا احنا هنخوضها واحنا واثقين جدا ان صوتهم هيوصل للمجتمع المصري ان متحدي الاعاقه ما فيش حاجه تقدر تقف قدامهم ولا تمنعهم ان هم يعيشوا ويكملوا. كويس جدا. طبعا المبادره دي ان شاء الله هتكون تحت رعايه قناه الصحه والجمال وبرنامج نظره امل هكون يوم 6 اكتوبر بمشاركه طبعا الزملاء العظيم ومشاركه القناه ومشاركه الدكتور هشام هاشم واحمد ناصف مجموعه كبيره جدا جدا من ذو القدرات الخاصه والاسوياء. هتكون مبادره قويه جدا ان شاء الله الخميس القادم باذن الله ورامز هيكون مشارك معانا فيها ان شاء الله. رامز لو اتكلمنا طبعا يعني عن انت مؤسس بفريق اشارتك. فريق اشارتك ده كلمنا عنه ايه هو الفريق واحلامه وطموحه كلمنا عنه. احنا بدايه لما جينا ناسس فريق شرطه كنا بنتابع انهيار السياحه. كان القطاع السياحي بيعاني في مصر واحنا متضايقين جدا ان القطاع ده مأثر على الاقتصاد فاحنا حاولنا ان احنا نفكر في حاجه نتفاعل بها مع السياحه فاتجهنا للتفكير ان احنا نعلم لغه الاشاره بتاع السوم للمرشدين السياحيين. هم طبعا بيعرفوا كل اللغات لكن احنا لما تيجي افواج من بره من مصر ما بيبقوش عارفين لغه الاشاره بتاعتهم. ففكرنا ان احنا نشكل فريق من السوم. كان معايا صديقي العزيز محمد محمود هو من الصوم ومحمد قدر ان هو يختار عناصر من الفتيات والشباب يكونوا موجودين معنا في الفريق على انا اتولى انا مهمه التخطيط للفعاليات والمسؤوليه الاعلاميه. الفريق ده الحمد لله قدر خلال 6 شهور انه يعمل دورات مكثفه للمرشدين السياحيين وقدرنا ان احنا ننفذ تجربه لترجمه الاشاره في المتحف المصري ممتاز جدا ودربهم جزئيا على حاجات تخصنا على حاجات تخص بحيث ان احنا نساهم في حاجه البلد. كنا عاوزين نقول من خلال فريق شرطك لمصر احنا قادرين نساهم وقادرين نحط فكرنا وجهدنا علشان نمشي نقوم بقطاع متضرر. والحمد لله الفريق ده من ضمن اهدافه يعني من ضمن اهدافه وعلى راسها ان يكون السوم في اولويه الحدث عشان ما يبقاش مهمشين. ممتاز ممتاز بس الحمد لله يعني الحمد لله. احنا بقى نروح كده للساده المشاهدين نشوف فيديو لغه الاشاره ورامز بيتكلم عن دعم السياحه. نروح فيديو ونرجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المبادره الشخصيه هنوعدكم بيها. دي حلقتنا الثانيه وان شاء الله هنحاول نناقش موضوع مهم جدا وحالي للاشخاص متحدي الاعاقه في مصر. طبعا الموضوع ده متعلق بعدم تطبيق الحق في الرفاهيه والترويح للشخص المواطن. المستخدم الشخص المعاق في مصر بعيدا عن المستوى الاقتصادي والمعيشي المتداني اللي الدوله حاطاه فيه بسبب التهميش لحرمان من الحق في العمل وحقوق ثانيه كتير الا انه المفروض يزور اماكن كتيره سياحيه واثريه في بلاده عشان يتعرف عليها
وانا من حقق مواطن مع كل حاجه في بلدي، بلدي الدوله يعني من السياحيه ذات التصنيف العالي على مستوى العالم. مبادرة جميلة يا رامز، وحاجة فعلا طبعا ما شاء الله كويسة جدا، يعني بتحاول توصل للجمهور حاجة عن طريق ان انت تتكلم معاهم عن طريق مبادرات الجميع دي، حاجة كويسة. يعني رامز، لو اتكلمنا بقى عن مبادرة كويسة جدا هي بندعم حقك، مبادرة بندعم حقك. والله هي المبادرة دي تعتبر الشكل العام لكافة المبادرات اللي عملتها خلال الفترات اللي فاتت عشان اوصل بها للدولة. المبادرة دي عملتها شهر 2 من 1 ديسمبر، لان انا عارف ان اليوم العالمي للمواقع 3 ديسمبر، فقط عملها 1 ديسمبر. كانت مبادرة للتبعية بالحقوق الدستورية والاقتصادية والاجتماعية للاشخاص متحد العقل، بترتكز من الفكرة بتاعت حمل بندعم حقك ان انا اتواصل مع الاعلاميين والصحفيين وصناع الرأي، وان هم يحاولوا يوصلوا رسالة للمجتمع ان الاشخاص متحد الاعاقة قادرين تمام وليس عاجزين. قادرين وليس عاجزين. الحمد لله قدرت احصل على دعم العديد من المؤسسات زي المصر اليوم ورئيس التحرير بتاعها، الوطن، رسامي كاكاتير. مبادره مهمه جدا. كمان احنا عندنا دلوقتي معانا مداخله من دكتور هشام هاشم على التليفون، اللي هو بيدعم طبعا المبادرات الجميله دي ومبادره حلمنا ذو قدرات الخاصه مع سائد الصاوي وخبير التنميه البشريه دكتور هشام هاشم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. اتفضل يا فندم، حضرتك معانا. ازاي حضرتك يا شريف؟ ازيك يا دكتور فندم؟ انا سعيد جدا بوجود الاستاذ رامز، واستاذ رامز ده يعتبر فخر من ابناء مصر، ومصر كلها تفخر به، هذا الشاب الجميل اللي يستطيع ان هو يتحدى اي اعاقه، ولو ان حقيقه انا لا ارى فيه اي اعاقه، ما شاء الله، انه اسود الاسوياء. حقيقي انا سعيد جدا بوجود هذا الشاب ويتحدى إعاقة في جديد خالص اللي هو العزف على الموسيقى. استطاع ان يجيب لحن بالرغم ان هو ما قراش الكلمات، ما سمعش الكلمات، ما عرفش اللحن لاغنيه عظيمه للسنج محمد منير. محمد منير طبعا. قدر يستطيع ان هو يجيب نفس النغمه، وبصراحه ده شيء فوق الوصف، وانا سعيد بان مصر فيها ابناء بهذه الطاقه الايجابيه. ربنا يكرمك يا دكتور. رامز حتى كمان رامز بيتكلم عن المبادره ان شاء الله اللي هي حقق حلمنا لزور مواهب اللي هتعمل يوم الخميس القادم ان شاء الله دكتور باذن الله. ان شاء الله هيبقى يوم الخميس القادم في 6 اكتوبر، تاريخ 6 اكتوبر، الاحتفال بنصر اكتوبر، وفي نفس الوقت احنا هنحتفل بابنائنا من الاسوياء واصحاب القدرات الخاصه، ونظهر مواهبهم اللي هي تعتبر نوع من انواع الطاقه الجميله الخلاقه، واستنباط ونوع من اكتشاف مواهب جديده جدا في مصر لم يكن احد يدركها، وطبعا ده بمساعده القناه الجماعيه الرائده في الوقوف كبار ابناء الوطن. حقيقي ده شيء يعني يستحق التقدير والثناء منهم يعني. ربنا يكرمك يا دكتور، دايما بيشرفنا كده دكتور معانا في المبادرات الجميله يا دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جدا لسيادتك، ودايما كده بتدعمنا بقوه مع قناه صحه وجمال. الدكتور هشام بيقول رامز بيأثر بقوه معانا. الله يخليك يا دكتور. ومع معجب جدا بعزف حضرتك في محمد منير. الله يخليك يا رب، الف شكر، الف شكر يا دكتور. رامز احنا اتكلمنا طبعا عن مبادرات كتير، لكن احنا بقى لو اتكلمنا طبعا ما شاء الله اكتر حد مأثر في حياتك مين؟ الست الوالده. والدتي فايزه بتأثر جدا في حياتي ان شاء الله. من وانا صغير وانا متعود اشوفها بتعمل تضحيه حواليها، بتحاول تقدم الخير للمجتمع اللي حواليها، المحيط في المنطقه عندنا، دايما بتساعد الكل. فالحمد لله انا مكتسب من الصفه دي، انا بحب اساعد المجتمع بتاعي، بحب اساعد الناس اللي حواليا. فوق كده بتمنحني حب كبير جدا، فانا جزء من الحب اللي جوايا عايز امنحه للمجتمع، حتى لو الشخص اللي قدامي ما منحنيش مقابل او منحني نفس الشعور، الا ان انا عاوز امنح المقابل دوت علشان الست الطيبه اللي علمتني ان انا اكون مفيد للمجتمع بتاعي. ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمها ودايما تدعمك بقوه ست الوالده طبعا يعني. ان شاء الله. رامز لو اتكلمنا طبعا حمله مهمه جدا، حمله ازيل الحواجز، الحواجز دعونا نمر. ايه الحمله دي عباره عن ايه؟ الحملة دي بدأها الشاعر يوسف مسعد يوسف. هو يوسف اديس. يوسف مسعد يوسف. يوسف موسى. هو شاعر. شاعر. ويعتبر صديقي مقرب جدا، هو متحدي إعاقة حقيقية وبيستخدم كرسي كهربائي. فيوسف دايما أقول له تعالى نروح القاهرة نشارك في الفعاليات والمؤتمرات، هو متحمس جدا بس مش عارف يتحرك في القاهرة بالكرسي. المواصلات مش متاحة، يجي يركب الأسانسير يلاقي عطلان. يجي يركب من محطات مترو معينة ما يلاقيش إلا السلالم.
فبالتالي هو حاسس ان المجتمع المصري مش مقدره. فهو عملنا الحمله ازول الحواجز، دعونا نمر وانضم لنا عدد كبير جدا من الاشخاص متعدد الاعاقه علشان نطالب بتحسين المواصلات والاتاحه في كافه الاماكن، سواء مثلا المباني الحكوميه لازم تكون مجهزه، المترو، القطارات، لازم يكون في تقدير من المهندسين المشرفين على المواصلات ان الشخص متعدد الاعاقه يقدر يستخدم المواصله دي بنفسه مش بمساعده علشان يحس انه قدامه. فعملا دي مشيت عمليه تطوير وقدرت ان هي تعمل حشد اعلامي كويس، وان شاء الله هنبدا فعاليه في الشراء قريب. الاشخاص متعدد الاعاقه اللي ما ينتشر في محطات المترو علشان يقولوا للدوله المصريه احنا محتاجين اتاحه. احنا محتاجين اتاحه واحنا معاكم. مين معاك فيها؟ مين معاك فيها؟ في الحملة؟ في الحملة دي عايز نعرف. في الحملة مؤسسها الشاعر يوسف مستر يوسف، تمام، وانا بتولى الشق الاعلامي. حضرتك مشق الاعلامي. معانا الصديقة سعيدة، هي بتستخدم الوقازات ما شاء الله. معانا الصديقة سامية ابو ضيف، معانا اصدقاء من بني سويف والاسكندرية والمنصورة، كلهم متحدي اعاقة بسم الله ما شاء الله، متميزين جدا. اللهم صل على النبي. وكلهم حماس. يعتبر انا الاعاقة السمعية الوحيدة اللي معهم فيها، الاعاقة السمعية الوحيدة اللي معهم فيها، بس هما بيعتمدوا عليها بشكل كبير ان احنا نقدر ان احنا نعمل حشد للرأي العام. من حقنا نمر، من حقنا نعدي، من حقنا نقوم بوجودنا في المجتمع، احنا مميزين مش هنقبل التهميش. دعونا نمر، العالم كله طبعا دعونا نمر وشيلوا حواجز، يعني بقوه بقوه ان احنا فعلا نعمل حاجه فيها ان شاء الله. طب معانا مداخله كده كابتن وائل الجزار احد مؤسسي المبادره مع كابتن استاذ رامز عباس. ازيك يا استاذ وائل؟ زي حضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ شريف؟ شرفتنا دايما يا فندم. ضيفك الكريم منور الدنيا يا رامز. كابتن وائل الجزار بيقول لك منور. بنوك يا كابتن. الله يكرمك، الله يكرمك يا شريف. يعني رامز كان بيتكلم عن المبادره اللي انتوا عملتوها كابتن وائل، بيقول ما شاء الله مبادره بندم حقك معانا وائل الجزار، وما شاء الله وانا اول مره اعرف ان انت بتغني. ما شاء الله. يعني انت عندك ابداعات غير رفع العسكر. طبعا كابتن وائل الجزار حصل على الميداليه البرونزيه لسه قريب ما شاء الله، وسنوات صح وجمال كانت بتدعمه بقوه طبعا، يعني معنويا بيقول له الف الف مبروك، ودايما بيطلع عنده مواهب كتير الصراحه ما بيقولناش عليها يعني. ما شاء الله. الله يكرمك يا استاذ شريف. والله هو بص يا استاذ شريف، احنا دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين، طبعا نظره المجتمع اختلفت بالنسبه لذوي الاعاقه في كافه المجالات. فاحنا بنحاول يعني وجودنا في كافه المجالات سواء رياضيه، فنيه، ثقافيه، اجتماعيه، سياسيه، فدي من ضمن المبادرات اللي الحمد لله المعاقين بداوا يزوروها في المجتمع وبداوا يبقى ليهم صوت مسموع في المجتمع. فالمبادره ديت نشات من خلال رأي يعني مجموعه من اصدقائنا من المعاقين، يبقى الثقافه الفنيه المجتمع يبقى لينا دور، يعني حتى الاغاني تبقى او المجالات اللي احنا نتعامل فيها مجالات هادفه جدا. اقرا بقى يا كابتن وائل، احكي لي عنها كده المبادره، انت ورامز ومجموعه جميله جدا جدا تخصص رامز ده، بس طبعا انت بصفتك الله داعم بقوه ليها، احكي لنا عنها كده وكلمنا. والله هو يعني هي كانت محاوله يعني مبدئيه لمحاوله اكتشاف المواهب من المعاقين، سواء فنيه، سواء في الالحان، سواء في التاليف، تمام، سواء في الغنى والاداء. فطبعا يعني حاولنا من خلالها ان احنا نجمع بعض المواهب من ذوي القدرات الخاصه والقدرات الفائقه يكون ليهم دور وصوت ويعبروا عن اخوانهم بعض اللوحات الفنيه اللي تعبر عن بعض القضايا المهمه بالنسبه لذوي الاعاقه. ما شاء الله، كويس جدا، ربنا يكرمكم يا كابتن والله، ودايما كده من نجاح لنجاح في المباريات الجايه، وان منتظرينكم بقى مع قناه الصحه والجمال يوم الخميس القادم باذن الله في 6 اكتوبر. ان شاء الله باذن الله، ايفنت ناجح باذن الله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن وائل. شكرا يا كابتن وائل الجزار، بطل طبعا رفع الاثقال والداعم بقوه طبعا لفريق بندعم حقك ما شاء الله. شكرا يا كابتن وائل، شكرا جدا، شكرا لاتصالك. طب ما شاء الله بيتكلم عن مبادره ادعم حقك، ندعم حقك، جميله فكره، جميله جدا من شباب. اهم حاجه الاعلام يتواصل معاكم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله دي اهم حاجه. طب رامز احنا عايزين كلمه ليك كده للساده المشاهدين، كلمه ليك، كلمة كده للسادة المشاهدين تعبر عنها عن طموح والامل والارادة، لو قلنا كلمة لحضرتك تقول. انا اتمنى اقول للسادة المشاهدين ان احنا فعلا اشخاص قومكم المعنوي، محتاجين ان نظرتكم لينا تكون نظرة امل. اكيد طبعا هنحتاج جميع انواع الدعم، بس الاهم من ده كله انتم بتبصوا لنا بصة مختلفة شوية، ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير. ده طفل طبعا جابه لنا فريق اعداد المميز بتاعنا، طفل بيقرا القران بالاشارة ما شاء الله. انا بحيي طبعا فريق الاعداد ان هو ما شاء الله دايما يبدع كده في الحاجات الجميله كده ما شاء الله. اهو نموذج، اهو نموذج ما شاء الله، طفل صغير، لغه الاشاره مهمه جدا ان احنا نتعلمها.
شاء الله. طبعا ده مش في مصر، بره مصر يعني، ان شاء الله يكون برضو في حاجه في عندنا في مصر باذن الله. اللهم صل على النبي ما شاء الله. ما شاء الله. اياك نعبد واياك نستعين، يعني حاجه مثل مثال مشهوره جدا جدا، فريق يجيب لنا حاجات جميله عن طفل بيقول القران بلغه الاشاره. اتمنى ان شاء الله احنا نكون عندنا برضو هذه النماذج الناجحه يا استاذ باذن الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله نوصل ان شاء الله. رامز، رامز انا سعيد جدا جدا ان انت تكون معانا وتشرفنا في نظره امل، وبندعو الساده المشاهدين ان شاء الله هم يكونوا معانا في الاحتفاليه القادمه باذن الله، مهرجان المواهب او المواهب للجميع بدعم من قناه الصحه والجمال، وطبعا دكتور هشام والمجموعه الهائله في ساقية الصاوي انها تكون معانا في مبادره ذو القدرات الخاصه يوم الخميس 6 اكتوبر ان شاء الله في ساقية الصاوي قاعه الكلمه الساعه 6 مساء. شكرا ليك يا رامز وشرفتنا ونورتنا، وعايز اقول زي ما حضرتك شفت اهو، رامز عنده حماس غير عادي، عنده طموح، عنده عزيمه، عنده اصرار ان هو يكمل، بيعافر الوصول لمحطه النجاح. ده مثل ومثال طيب لكل الشباب طبعا يعني، اكيد وقادرون بخير. وشرفتنا وانت فعلا الباسم المضحك التفاؤل اللي بتديه للشباب وديتهولي على مدى، مش في الحلقه بس، على مدى الفتره اللي فاتت دي كلها الحمد لله بفضل ربنا يعني. شكرا ليك، ودايما مع بعض باذن الله، ومحتاجين مع نظره امل. شكرا رامز، شكرا للشاب الجميل رامز عباس، وشكرا ليكم ساده المشاهدين، وكان معاكم شريف حسن، شكرا ليكم. شايفين العالم قلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله.